ومعنا مشاهدينا الكرام من اسطنبول الكاتب الصحفي الفلسطيني عز الدين ابراهيم، مرحبا بك. الرئيس الامريكي اذا دونالد ترامب اعلن خطه السلام في غضون 3 اشهر، ما توقعاتك لان تكون ملامح هذه الخطه؟ يعني بلا شك من خلال رده الفعل التي اطلقها رئيس الحكومه الاسرائيليه خلال لقائه ببنيامين نتنياهو على انها يعني ستلبي رغبات وتوجهات الاحتلال، فبالتالي نحن نتحدث عن خطه يعني تضيع الحق الفلسطيني، وخطه تنتهك الاعراف والمواثيق الدوليه، وتلغي اي حق للشعب الفلسطيني في ارضه ومقدساته. لا نفترض ان يكون هنالك انصاف من الاداره الامريكيه التي يعني منذ نشاه القضيه الفلسطينيه كانت تتوالى على ظلم الفلسطينيين ويعني الانحياز الكامل للاحتلال. فبالتالي يعني نحن لا نتعامل مع حكومة أمريكية أو مع إدارة أمريكية هي الأقرب إلى هذا الانحياز الآن يعني تام، يعني تأكيد ترامب أنه مع الكيان الصهيوني 100% بحسب قوله. بالضبط، نعم. كيف سيكون طرفا بحل النزاع وهو منحاز أصلا؟ يعني إذا كان الطرف الفلسطيني الرسمي وهي السلطة الفلسطينية التي رهنت كثيرا على الإدارة الأمريكية، قالت أن الإدارة الأمريكية لم تعد وسيطا نزيها، فهل يفترض منا نحن كفلسطينيين أن نثق في هذه الإدارة؟ بلا شك هنالك يعني انحياز كامل للاحتلال. الإدارة الأمريكية الآن هي تمثل رغبات الاحتلال، هي التي تعطي وتمنح الضوء الأخضر لمزيد من الجرائم والانتهاكات، فبالتالي يعني لا نتوقع كثيرا، نتوقع أن يكون هنالك مواصلة لدعم هذا الكيان بالقرارات والغطاء لارتكاب مزيد من الجرائم ومزيد من الانتهاكات. بما ان الخطه الجديده لن تكون يعني ستكون كسابقاتها وربما اشد، يعني هل بالامكان تقديم تنازلات اخرى من الجانب الفلسطيني على وفق هذه الخطه في غضون 3 اشهر؟ يعني لم يبقى شيء سيد الكريم ليتم التنازل عنه، يعني اوسلو وما جرته من خيبات على الشعب الفلسطيني قدمت التنازلات الكثيره، لم يبقى شيء لدى الفلسطينيين او على الاقل لدى السلطه الفلسطينيه والمستوى الرسمي الفلسطيني شيء يتنازل عنه. محمود عباس خلال يعني عقود من المفاوضات مع الاحتلال قدم كل شيء، بالتالي ماذا يمكن ان يقدم؟ هل نقول ان محمود عباس يمكن ان يتخلى عن القدس؟ هل يمكن ان نقول ان محمود عباس يعني يفرط بمزيد من الارض؟ يعني نتحلل اوسلو منحت الشعب الفلسطيني 22% من ارضه التاريخيه، ماذا يمكن للفلسطينيين او للمستوى الفلسطيني الرسمي والسلطه الفلسطينيه ان تقدم اكثر من ذلك؟ يعني لا اعتقد اننا الان بصدد التعامل مع تسويه سياسيه حقيقيه تنصر الشعب الفلسطيني، الحل هو المراهنه على خيار المقاومه والمقاومه فقط لتحقيق الحقوق الفلسطينيه التي يعني يصادرها الاحتلال. خارجيه الاحتلال يعني اصدرت وثيقه تنكر وجود 5 ملايين لاجئ فلسطيني، هل تستطيع هذه الوثيقه الصهيونيه نكران حق العوده؟ يعني حق العودة هو حق ثابت ومقدس ولا يسقط لا بقرارات احتلال ولا بوثائق، يعني نحن يعني إذا 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 يعني لص أصدر وثيقة بملكيته لبيت الذي سرقه، أن نقول بأن صاحب هذا البيت يسقط حقه في هذا البيت؟ بلا شك لا، الاحتلال يحاول عاجزا بإصدار أي شرعية على سرقته لأرض الفلسطينية، يحاول بشتى الأشكال أن يعني يعطي شرعية لما يقوم به من انتهاكات ومن سرقة. حق العودة يعني يقويه ويثبته على الأرض أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني منتشرين في الخارج، ولاجئين فلسطيني أيضا في الداخل الفلسطيني، بالتالي لا الخارجية الإسرائيلية ولا غيرها يمكن أن يسقط هذا الحق. شكرا جزيلا لك السيد عز الدين إبراهيم من اسطنبول الكاتب الصحفي الفلسطيني.